صباح الخير يا شباب. ان شاء الله اليوم هصور لكم يوم في حياتي. طبعا في العادة انا بصحى بدري شوية عن كده، اصحى 6-5 اعمل كاردو، بس النهاردة جسمي كان تعبان شوية، كنت محتاج انام اكتر، فصحيت النهاردة متأخر شوية، الساعة دلوقتي تقريبا 9. قبل التمرين باخد الحبات اللي هي الشديدة دول عشان فيها كافيين، تعرف تساعد شوية مع الحرق وتخليني مثلا يكون لي مود اني اعمل كاردو اكتر. وقت التمرين باخد 20-15 جرام امينو، تمام. ومع التمرين باخد 15 جرام امينو وباخد 10 جرام جلوتامين. ان شاء الله اخلص الكاردو واصور لكم وجبتي الاولى ان شاء الله. خلاص كده يا شباب، خلصت الكاردو بتاعي. دلوقتي هروح ان شاء الله عشان اروح البيت افطر. باخد الفايبر وباخد الخضار عشان يساعد على في بكتيريا نافعه هتساعد على صحه الامعاء، تساعد على الهضم كتير، وفي نفس الوقت هتحسسني بالشبع والامتلاء في المعده. وفي نفس الوقت الفايبر هيساعد اللي هو يتحكم في مستوى السكر شويه، تمام. دلوقتي اصورك الوجبه الفطار بتاعتي. 50 جرام كرب من كريمه الفريز، ماشي. 8 اونز لحمه، تمام. كده قبل الطبخ، بعد الطبخ ممكن تعمل 120، من 120 ل 140 جرام بعد الطبخ، تمام. طبعا قبل الاكل باخد الريفينس والماتادور عشان الوجبه دافعه كرب، باخد فيها الماتادور عشان يساعد ان الكرب يخش جوه العضلات. احنا بناكل كميات اكل كتير وبروتين كتير، فلازم العظم يكون عندنا كويس. الريفنس بيساعد كتير معايا في العظم، بيساعد ان ادخل وجبتي وبطني مرتاحه، ما فيهاش هواء وما فيهاش غازات، تساعد مع معاد الوجبه الثانيه اعرف اكلها، بيساعد في نفس الوقت الاخراج من عندك يكون كويس. والوجبه دي عشان فيها كرب باخد المتضور بيفهم حسيت نفسي، بيخلي جسمك يعرف يستفاد من الكرب اللي انت بتاخده ويدخله جوه العضلات بطريقه افضل، تمام. انت ممكن مع كلمه فريز، في ناس بتحط الوان، في الوان من زي اللي بتحط على الحلويات والكلام ده كله ما فيهاش سعرات حراريه او السعرات بتاعته قليله جدا عشان كطعم. في طعم الموز، في طعم الفراوله، في طعم الطعم اللي انت بتحبه، وفي ناس بتحط القرفه، كل واحد بيحط الطعم اللي هو بيحبه عشان يعرف ياكله. في ناس بتحبها بسكر، في ناس بتحبها بتحط عليها ملح. شوف انت الطعم اللي تفضله ايه، وشوف الطعم اللي انت ممكن تضيفه على الكريمه فرايز ايه، اذا كانت قرفه، اذا كانت طعم موز، فراوله، اي شيء انت عايزه. شوف الطعم اللي انت تحبه، حاول تاكلها ساده زي ما تحب، حاول تستمتع بالدايت، بس في نفس الوقت ما تحاولش تدخل سعرات زياده. ان شاء الله دلوقتي انا رايح الجيم.
خلصت تمرين، لسه مخلص تمرين حاليا دلوقتي، لسه وصل البيت. الوجبه دلوقتي الثانيه سلمون مع المفروض احط معاها لسه شويه خضار. ده الوجبه الثانيه، المفروض ان يعني هي الثالثه بس يوم النهارده بس بغاها شويه. دي وجبتي، دي سكت بجهز دلوقتي. حطيت معاه الزهره او البروكلي والكرنبيط. مشروب غازي زيرو سعر حراري في السعرات. طبعا في ناس بتقطع الملح والكلام ده كله، انا عن نفسي ما بقطعش. في دي بهارات فيها ملح وبقدونس وتوم، بحبها على الاكل كتير. ف دلوقتي من هنا كده خلاص الكرب بتاع ما فيش اي كرب، بقيت يومه كله ما فيش كرب، خضار بس وبروتين. ف كملوا كوبايه الوجبه. دي الوجبه الثالثه بتاعتي، سمك ابيض مع خضار. عاده ممكن بعد الوجبه بنام شويه عشان بالليل بعمل كارديو، في عندي كارديو تاني. عادة على مدار الأسبوع مش بخرج إلا مرة أو اتنين عشان أعرف التزم بالأكل، عشان أعرف أوفر طاقتي إن أنا أعمل مرتين كارديو ومرة تمرين. هي الحياة صعبة، بس اللي عاوز أوصل لشيء لازم أن يكون في شوية تضحيات. قاعد طول اليوم مع وجباتي، نتفليكس، أتفرج على أفلام، أتفرج على مسلسلات، بحاول أضيع الوقت عشان اليوم يعدي. وبالذات لما يكون لو كارب بتبقى اليوم مبعديش وطول اليوم في جوع، فبحاول اشغل نفسي باي شيء. مساء الخير يا شباب. ده الكاردو مرة تانية. خدت الوجبة الخمسة بتاعتي، كانت 6 أونس سلمون، وعندي دلوقتي 9 كارديو. وبعد كده الوجبة اللي بعد الكارديو 6 أونس فراخ. حاول قدر الإمكان حتى لو تعبان اعمل كل المطلوب مني، محاولش اضيع على حصة كارديو ولا اوقع وجبة. انك تكون ملتزم عشان توصل لهدفك ده شيء مهم كتير. الموضوع ممكن يكون صعب شوية عشان اللو كارب والكارديو مرتين والتمرين والكلام ده كله، بس اللي عاوز اوصل لشيء لازم ان يكون في شوية تضحيات. لازم ان تتعب عشان توصل للي انت عايزه. ان شاء الله يعني البطولة دي متفق الخير، ان شاء الله يعني اعمل حاجة كويسة، وان شاء الله اظهر بمستوى كويس. خلاص كلها ايام باذن الله. ولعب بطولة شيكاغو.